الان احنا جاهزين نحكي عن الفي على اف ريشو. تتذكر المره الماضيه بنينا مثلا هاي في على اف ريشو. هلا اذا متذكرين المره الماضيه بنينا احنا يونيبولر انفرتنج الفيز انفرتر. بنينا يونيبولر سنجل فيز انفرتر. واذا متذكرين يونيبولر سنجل فيز انفرتر بنينا فيها كان في عندي اربع اي جي بي تيز، كل واحد منهم معاه الفري ويلينج دايود المصاحب له. كان عندنا اثنين هون واثنين هون. هذا طبعا سنجل فيز انفرتر ما بتنفع لي للثري فيز. للثري فيز موتور بدي اجيب كمان 3 ار، كمان 2 ار 1 ار، فيصير 3 ار. لازم يصير 3 ار حتى يزبط معي. وهذا رقمنا 1 2 3 4 وحطينا الهيفلي اندكتيف لود او الاندكتيف لود حطيناه هون بين هدول ال، حتى احنا عملنا ريزيستيف. وفي سبب ليش عملنا ريزيستيف هلا راح احكي عنه. فهذا تتذكروا هون اللود حطيناه ريزيستيف اندكتيف مع ريزيستيف. وعندي هذول رقمناهم 1 2 3 4 وعندنا هون الدي سي وشبكنا الدي سي حسب الاصطلاح شبكنا في دي سي 2 وهذا سميته في دي سي وهذا في دي سي. وبعدين صرنا نشغل على نشغل نغير الديوتي سايكل حسب الساين ويف اللي موجوده في هذيك اللحظه. واذا بدك سمي هذول تي 1 تي 2 T3 T4 D1 D2 D3 D4 اوكي. واللي صار عندي الان هون هلا صار عندي صرنا نغير الديوتي سايكل اذا متذكرين. هلا لما لانه يونيبولر هذا الاكشن ايش اسميه؟ اوميجا تي عشان اقدر احط زوايا هون عشان اقول باي باي. فخلينا نقول مثلا من هون لهون هذه باي ومن هون لهون هذه هون 2 باي. فهذه عندي هون سايكل كاملة. طيب هلا لأنه يونيبولر مين راح يشتغل معي خلال أول 180 درجة أو خلال 0 لباي؟ بس 1 و4 تي 1 وتي 4 2 و3 راح أضل طافيهم تماما، راح يضل هذول الاثنين أوف تماما وراح أصير أشغل 1 و4. فراح يشتغل معي 1 وبعدين راح أصير أعمله. خلينا نرسم هون عشان صرنا نعمل صرنا نشغل 1 و4 ونغير الديوتي سايكل. وبنهايه ال 180 درجه بعدين وقفنا 1 و4. طبعا خلال الفتره هاي هي اهميه الدايود. 1 و4 راح يشتغلوا الميدف و1 و4 راح يشتغلوا الدايود 2 و3 دي 2 دي 3. فخلال فتره الاوف دي 2 دي 3 مهمين لانه راح يكون الكرنت اللي ماشي في الاندكتر من هون راح يقدر يكمل في كل في له باث من خلال السورس على فكره. ولاحظوا لما كرنت بيمشي في السورس بهذا الشكل، هي افترض عندي هون سورس دي سي سورس، لما كرنت يمشي بالسورس بهذا الشكل معناها مين اللي عم بيعطيني عم بزودني بالطاقه؟ السورس عم بيعطيني طاقه مضبوط. لكن لو في عندي كرنت مشي بالسورس بهذا الشكل عماله طاقه بترجع على السورس عم باخذها ما في مشكله بصير. يعني ممكن السورس ياخذ جزء من الطاقه هاي جزء من الكرنت هذا، فكاني برجع شويه صغيره من الكرنت راح يعمل ديكي خلال الفتره هاي. وبعدين خلال ال 180 درجه الثانيه هلا هون عندي خليني احطهم حتى اسمائهم. هون عندي تي 1 وتي 4 وهون عندي على فكره دي 2 دي 3. اوكي ماشي واضح؟ كل فاهم عندي الفتره هاي انا بدي كونتينوس باث يضل الكرنت ماشي فيه. فالكرنت ماشي في تي 1 وتي 4 خلال فتره الاون وبعدين بكمل خلال فتره الدي 2 ودي 3 وبعمل ديكي. ديكي يعني بتنزل قيمته. فلو رسمنا الان الكرنت هون بالازرق راح الاقي انه الكرنت بزيد. ايش هذا الرايز اللي عم بيعمل شكله؟ شو بذكركم الرايز اللي عم بيعمل هيك؟ بال ار سيركت مضبوط. وبعدين هون بيعمل ديكي، هون برد بيطلع، هون بيعمل ديكي، هون برد بيطلع. الفتره اللي بيعمل فيها ديكي عم برجع شويه طاقه للسورس. والباث اللي بمر فيه الكرنت هو 2 دايودز دي 2 دي 3 وبعدين برد بيعمل عندي هون وهكذا بضل مكمل بهاي الطريقه من هون. هلا عندي بس تخلص هذه الفتره راح اصير اعمل يونيبولر. لساني عم بشتغل يونيبولر، بدي اشتغل يونيبولر راح اشغل 3 و4 2 و3 عفوا. فراح يصير اشتغل عندي 2 و3 بنفس الطريقه. طبعا اتذكر انه هذا 2 V
في دي سي، يعني انا بسمي هذا في دي سي وهذا في دي سي، فبطلع عندي بلس في دي سي 2 في دي سي في الحاله هاي. وبعدين عندي اذا بدي امشي بنفس شكل الويف فورم اللي هناك راح يمشي عندي مثلا هيك، بعدين هيك وبكمل بنفس الطريقه. الان عندي هون راح يكون اليوم اللي هو تي 2 تي 3، وبفتره الاوف راح يكون دي 1 دي 4، ونفس الشيء راح يصير بالكرنت، راح يصير يعمل دي كي. وبعدين اذا رفعنا الام، خلينا نسميها ام اي، اذا رفعت ام اي اللي هي الموديوليشن اندكس، اذا رفعت الموديوليشن اندكس كانك عم تطلب كرنت اكبر، فعم بكبر الكرنت من هون، والموديوليشن اندكس راح يكون ما بين 1 الى 0. فاذا كان 1 راح يكون عندي اعلى كرنت ممكن راح يمر هون، وراح تلاحظوا لما تغير الموديوليشن اندكس ايش راح يصير بعرض القطعه هاي اللي موجوده هون، قطعة اللي هون راح يصير عرضها اقل. لاحظوا الديوتي سايكل عم بتزيد بعدين بتنزل، الديوتي سايكل عم بتزيد بعدين بتنزل من هون، عرض هذول القطع راح يصير اكبر كل ما كان الموديوليشن اندكس اكبر، فالكرنت بوصل قيمه اعلى. فعلى موديوليشن اندكس عالي راح يطلع الكرنت على امبليتيود عالي، ولما بصغر الموديوليشن اندكس راح الاقي الكرنت نزل. لا متذكرين ماشي واضح؟ هذا كله يوني بولر، رح نحكي عن الباي بولر بعدين، وفي خلافات على مين احسن اليوني بولر ولا الباي بولر. في الباي بولر ايش رح اعمل؟ بشغل تي 1 وتي 4 بس بفتره الاوف مين بشغل؟ تي 3 تي 2 تي 3، فبصير عندي شكل الويف فورم مختلف رح نحكي عنها بعدين. وعندي كمان شغله ثانيه اذا متذكرين، حتى اغير السويتشنج فريكونسي ممكن اسميها ام اف، احنا ما سميناها هناك ام اف بس سميها اذا بدك ام اف. ام اف هي الفريكونسي تبعت الكارير على الفريكونسي اذا بدنا نسميها البرنسبل تبعت المحرك، ام اف الريشو، وهي انا بفضل انها تكون هول نمبر. انتجر هاي ليش بزيدها ام اف اللي هي الكارير تبع الفريكونسي، كارير الكارير فريكونسي ليش بنزيدها؟ عشان اخفف ايش؟ الريبل، بخفف الريبل في، وبعدين في النهايه هذا الزمن هذا هو اللي بحدد الفريكونسي اللي بتروح للمحرك، مزبوط؟ اللي هي 25 هرتز او 30 هرتز اللي هي الفتره الزمنيه من هون لهون اللي بتحدد للبيريود. هلا لاحظنا اذا بتتذكروا امبارح احد الاشياء اللي لاحظناها او اول امبارح اللي عملناها، لما اجينا نزلنا الفريكونسي لازم ننزل الفولتج، الفريكونسي والفولتج، متذكرين السبب كان انه انا عندي لو عندي بيور اندكتر، لو عندي بيور اندكتر فيش فيه ريزيستنس، وانت حطيت عليه هون ساينسويد الفولتج وعم بتراقب الكرنت اللي مار، رح تلاقي انه الكرنت اي اذا بدنا نسميه اي ال اوف تي او خليه اي كفيزر بيساوي في على اكس ال، مضبوط؟ واكس ال شو بتساوي؟ جي اوميجا ال، اذا بدنا نكون ماجنتيودز في او جي اوميجا ال زي ما بدك، فيها الزاويه بتدخل فيها الزاويه. اذا هون عندي اثر، في اثر للفريكونسي وال كونستنت، خلينا نفترض انه ال كونستنت، اه والجي شو رح تعطيني؟ زاوية، تعطيني زاوية ناقص 90 درجة، لأنه واحد على جي شو رح يعطيني؟ ماينس جي. هلا إذا أنت بدك هذا يضل كونستنت، بدي هذا يضل كونستنت، مضبوط؟ جي ما بتأثرش رح تضلها زاوية 90 درجة، وال كونستنت، إذا شو ضل عندي؟ في على أوميجا، على أوميجا، مضبوط؟ بس أوميجا مرتبطة بمين؟ بإف، أي إف؟ هاي إف. هاي الكارير ما رح يشوفها المحرك، راح تلغي الريبل تبعه الكارير فريكونسي. الكارير فريكونسي هي وسيله، هي يعني وسيله عم بستعملها حتى اخفف الريبل. المحرك فعليا ما مفروض يشوفها، مين بيشوف المحرك؟ بيشوف اف اف بي اذا بدك تسميها اف بي، واف بي هي هي هون من هون لهون، هاي واحد على اف بي، هاي الفريكونسي اللي هون. اذا احنا اذا بدنا يضل اي كونستنت ايش لازم اعمل بالفريكونسي والفولتج؟ لما بنزل الفولتج لازم انزل الفريكونسي، مضبوط؟ ولما برفع الفولتج لازم ارفع الفريكونسي. لكن اللي لاحظتوه امبارح لما نزلت الفريكونسي للنص ما كفى اني انزل الفولتج للنص، شو صار بالكرنت؟ متذكرين نزل عن القيمه، حتى احافظ عليه شو اضطريت اعمل بالموديليشن اندكس؟ اذا متذكرين امبارح اول امبارح كنا اجينا نزلنا الفريكونسي من 50 هرتز ل 25 هرتز، فقلنا منطقيا اذا نزلنا الفريكونسي لنص القيمه شو لازم اعمل بالفولت بالموديليشن اندكس اللي سميناه ام اي، بدي انزله من 1 الى نص. لكن الكرنت وجدنا انه الكرنت نزل من قيمه اظن 110 لحوالي قديش 75 75 امبير. اذا ايش راح يصير بالتورك بالحاله هاي؟
اذا التورك بتناسب مع الكرنت راح ينزل. اذا شو الحل بدي اعمل؟ بدي اعمل بوست. ايش السبب اني بدي اعمل بوست؟ مين بعرف؟ ريزيستنس اللي موجوده. الريزيستنس اللي موجوده لانه هذا لو الان جينا اخذناه وكان هذا الموديل بدل ما يكون اندكتر صار ريزيستنس، صار عندي شيء ثاني موجود هون مش هيك؟ صار عندي في بلس ار، فصار تغيير الفريكونسي لحاله، او اذا غيرت الفريكونسي ما بكفي اني انا يعني ما بنزل الفولتج بنفس القيمه، بدي انزل بقيمه اقل. والسبب طب هذا الريزيستنس والاندكتنس شو علاقته في الاندكشن موتور؟ هو الموديل موديل تمام. مين بتذكر شو الموديل تبع الاندكشن موتور؟ ار 1 اكس 1 عندي ار 1 اكس 1 واكس 1 ار سي اكس ام او اكس امتايزيشن، وبعدين في عندنا ترانسفورمر. بس لو اخذنا الترانسفورمر طلعناه من الدائره من هون بصير عندي ار 2 اظن داش تشيك او ار 2 على اس، وبعدين هون بصير اكس 2 داش. اذا الموديل للاندكشن موتور، هلا لو جيت بدي ابسط هذا السيستم كثير ممكن هذول اهملهم في بعض حالات الموديل، ممكن اهمل هذول القطعتين. فاذا اهملت هذول القطعتين شو بضل عندي؟ الموديل تبع الاندكشن موتور هو عباره عن اندكتر وريزستر ببساطه. اذا لو انه كان بيور اندكتر كان الريشو خلص بتثبتها بتخلي فيه على اف باستمرار، بس انا لانه في عندي شويه ريزيستنس في الستيتر وفي شويه ريزيستنس في الروتر من هون اضطريت اني اعمل بوست. فلما بنزل الفريكونسي بنزل الفولتج، بس ما بنزله دائما بنفس النسبه، بقويه شوي، بقوي الفولتج شوي. هذا بنعبر عنه بالفي على اف ريشو، والفي على اف ريشو رح ارسمها بهذا الشكل. هلا هون الاكسس هذا ما راح احطه سبيد، راح احطه فريكونسي. فهون راح افترض انه هاي 50 هرتز، وبعدين راح ناخذ مثلا هاي من 25 هرتز. هلا هي هون فريكونسي بس مع ايش بتتناسب فعليا بالنسبه للمحرك؟ لما بغير هاي الفريكونسي اللي هي اف بي شو بتغير عندي؟ الروتيشنال سبيد مش هيك؟ يعني هذا بامكاني احط انا هون بين قوسين ايش احط؟ اذا كان عندي مثلا 2 بيرز اوف بولز 1500 ار بي ام، وهون احط 750 ار بي ام وهكذا مش هيك؟ لان عدد البولز كونستنت ما راح يتغير. لكن جماعه الفي اف درايفز ايش بحبوا يحطوا الاكسس هذا دائما؟ فريكونسي. اوكي؟ دائما لما تروح على المانيوالز تبعوا الفيربل فريكونسي كلهم بيحكوا، حتى هم لما بيحكوا بين بعض لما تبع الفيربل فريكونسي درايف بيحكي بقول له انا والله بدي انزل الفريكونسي ل 20 هرتز، هو ايش قصده؟ السرعه، بده السرعه، بده يغير السرعه. بس خلص هو صار يحكي عن 50 اذا كان 50 او في امريكا 60، وصار يحكي عن 45 هرتز، وهلا بصير يحكي عن 65 هرتز، ما بيحكي بالار بي ام لانه ممكن المحرك يتغير البولز تبعته، خلص هو بصير يحكي عن الفريكونسي. وهذا الاكسس راح نحطه في على اف ريشو، ووحدتها فولتس بير هرتز. هلا لو كان عندي بيور اندكتنس الخط هذا راح يكون خط مستقيم قرب الزيرو، لو فيش عندي بوست ولو كان هذا لو المحرك هذا بيور اندكتنس هاي الخط يكون هون. واعطيك على سبيل المثال مثلا لو ردينا اخذنا هذا المحرك اللي هون مثلا لهي الشيت عشان تربطه بالواقع، هذا عندي مثلا المحرك الفولتج تبعه 380 فولت دلتا، دلتا كونكشن 380 فولت. فهو عندي هون راح افترض انه هي عندي هذا الفي لاين تبع هذا المحرك 380 فولت، وهذا طبعا الريتد فريكونسي تبعته هي 50 هرتز. فاف ريتد 50 هرتز. اذا هذا ات فول سبيد او ات 50 هرتز ايش راح يكون؟ بقسم الرقمين على بعض اللي هو هون بيشتغل عند النقطه هاي عاده. يعني هذا المحرك لما شريته هي هيك الريتنج تبعته. اذا في على اف نومينال تبعته راح تكون 380 على 50 اللي هي بتعطيني 7.6 مزبوط؟ والله اتاكد منها. 30 على 50 7.6 فولتس بير هرتز. اوكي هذه عفوا انا هون لازم نحط هاي لازم تكون فولتس مش هيك؟ فولتس فولتس مش هيك؟ هاي بدها تكون معي 380 مش هيك؟ وبعدين اذا نزلت هون عند واحد شو بتصير لو كانت هذه 1 هرتز؟ بتصير هذه 7.6 مضبوط؟ 380 فولتس، اذا هذه صارت فولتس عفوا، هذه هون فولتس
نخليها هيك بهذا الشكل نتاكد انها مضبوطه. عند 50 هرتز راح احط له 380، عند 1 هرتز راح احط له 7.6 مضبوط، لانها فولتس يعني هذا الاكسس هون فولتس. اوكي تمام. هلا هذا لو ما في بوست، طبعا هي عند زيرو بتصير زيرو، ما لهاش معنى الزيرو انه هو المحرك ما بيتحرك. اوكي، لكن احنا هون بنضطر نعمل هذا البوست. البوست هذا بحرك الخط هذا كله من هون مضبوط، 7.6 طلعت كل الخط هذا بكبره عند نقطة الواحد، بكبره بقيمة معينة بلاقي البوست صار هيك. مشكلتي بقدرش اخذها للزيرو لانه الزيرو عم بضرب فيه، فالخط كله هون ميلته او كبرته بهذا الشكل، كل ما نزلت الفريكونسي عم بعمل بوستنج للفولتج بسبب وجود ريزيستنس في المحرك. فمثلا لو انا عامل بوستنج على 150%، البوست قيمته 150%، اذا هذه القيمه اللي موجوده هون هلا اضرب 7.6 في 1.5 11.5، اذا هذه النقطه من هون راح تصير 11.5 فولتس. وكل هلا هون ما عملنا بوست هون، بس كل ما نزلت الفريكونسي عم بعمل بوست في على اف. اذا في على اف لما تنزل معي الفريكونسي ما بقدر اخليه على 7.6 فولتس بير هرتز، بدي طبعا كل نقطه من النقاط هاي بقدر احسب قيمتها بدلاله 25 هرتز. هلا مثلا النقطه هاي صارت عندي موجوده، النقطه هاي صارت عندي موجوده، بقدر اطلع الخط المستقيم اللي بوصل النقطتين هدول وبطلع المعادله. خلينا نطلع المعادله تبعت هذا الخط المستقيم اللي بوصل النقطتين هدول ببعض. خليني امسح هذه من هون، وعندي هذا راح يعطيني هو الفريكونسي، فراح تكون اف 1 ماينس اف نوت بتساوي السلوب، والسلوب اللي هو اف 1 ماينس اف نوت على في 1 مضبوط هيك، ولا في 1 ماينس في نوت على اف 1 ماينس اف نوت، في 1 ماينس في 2 على اف 1 ماينس اف 2، هذا راح يكون السلوب، هذا راح يكون اف ماينس اف 1، وهون عندي في ماينس في 1. خلينا نطلع اول شيء السلوب. السلوب عندي النقطة هاي واحتياجياتها 50، نعم في ماينس في 1 على الشمال واي، الواي اكسس اللي هو ال في ماينس في 1، في اللي هو هون مضبوط في ماينس في 1، في ماينس في 1، وهون عندي اف ماينس اف. هلا نطلع السلوب. السلوب عندي النقطة هاي بتمر في 50 380، النقطة هاي بتمر في 1.7.6 مضبوط. خلينا نحسب اذا السلوب تبعها، السلوب تبعها 1.4. اذا صارت عندي هلا هون رح ناخذ في اللي هي الاوتبوت في، مش هيك؟ فبتصير هاي 380 ماينس 11.4 على 50 ماينس 1 مضبوط، هذا السلوب. وعندي هون راح يصير اف ماينس، لو اخذنا اف 1 ناخذ النقاط هذول اللي هون، فمثلا ناخذ اف 50 راح اخذ هاي في ماينس 380 مش هيك مضبوط؟ 7.522 اف ماينس 50 بتساوي في ناقص 380، وصار طبعا بدخل ال 380 على الجهه الثانيه، بصير عندي في 7.522 اف ناقص 50 زائد 380. فصار بامكاني هلا هون هي صارت استراتيجيه عندي واضحه، حسب الفريكونسي اللي بدي اياها بعوض الفريكونسي اللي بدي اياها، هون السرعه اللي بدي امشي عليها المحرك راح يطلع معي في، في هي اللي بغيرها. هلا كيف بغير في هون؟ في دبليو ايش البارامترز راح ادخله؟ الموديليشن اندكس. اوكي؟ يعني اذا بدي في بتساوي 380، في بتساوي 380 فولت، قديش راح تكون ام اي؟ واحد. واذا بدي في مثلا تكون 190 فولت بدها تكون ام اي 0.5 وهكذا. اوكي؟ حسب الفولتج اللي هناك، لو بطلع الفولتج هون وبعدين بعوض. خلينا نحسبها بالحاله هي، نحسبها على 25. لو انا بدي الان الفريكونسي تكون 25، نعوض 25 ناقص 50 بتصير عندي ماينس 25، اضرب ماينس 25 ب 7.522 ماينس 120
زائد 380 191.9 اذا باخذ الان ال 191.9 وين بعوضها؟ بدي احطها هون اشوف على اساس 191 اقسم 191 على 380 191.9 ام هي قديش تطلع؟ 0.5 يعني رقم صغير البوست هون صغير فصفت هذه مش نص على نص الفريكونسي صارت اعلى شوي كل ما نزلت اكثر رح تصير قيمتها اعلى اعلى بالنسبه للفاليو اللي موجود هون ماشي واضح لو اخذناها الان على 10 هرتز ناخذ اف بتساوي 10 هرتز فلو بدي خمس السرعه بصير عندي في على 10 هرتز بتساوي عندي الان 10 ناقص 50 ناقص 40 ناقص 40 في 75.22 ماينس 300 ماينس 300 زائد 380 بصير 80 79.12 فولت هلا نقسم 79.12 فولت اذا الموديوليشن اندكس راح يساوي 79.12 على 380.208 اذا هذا هو الموديوليشن اندكس اللي بنحطه هون حتى اغير الكرنت اللي موجود هون اغير التور هيك بهي الطريقه بحافظ على كونستانت تورك.